نحن في دولة الإمارات اعتدنا رسم ملامح المستقبل ونتميز بقدرتنا على التكيف مع التغيرات، وتتطلع دولة الإمارات إلى الارتقاء باستراتيجياتها المختلفة للوصول إلى غاياتها المنشودة. لهذا قمنا بصياغة استراتيجية وزارة الخارجية والتعاون الدولي بصورة منسجمة مع استراتيجية الدولة ورؤيتها لعام 2021. تقوم رؤيتنا على مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية مع كافة دول العالم دون تمييز، كما نسعى إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح سواء داخل الدولة أو على المستوى العالمي. وترتكز محاور الاستراتيجية على التالي: المجتمع، الاستقرار الإقليمي، المسؤولية العالمية الفاعلة، الازدهار. يقع المجتمع الإماراتي على رأس أولوياتنا، ونعمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تقديم خدمات متميزة للمواطنين وكذلك لكل من آثر زيارة دولة الإمارات والعيش والعمل فيها تحقيقاً لسعادتهم ورضاهم. تقوم استراتيجيتنا على حفظ الأمن وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال بناء علاقات استراتيجية قوية تقوم على احترام المصالح المشتركة لكافة الأطراف واحترام مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. لا يقتصر دورنا على خدمة المجتمع المحلي الإماراتي فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى آفاق أرحب، حيث نعمل على تقديم مساهمة فعالة للمجتمع الدولي وإحداث تأثير إيجابي من خلال تحقيق أهداف الأجندة العالمية للتنمية ورعاية المصالح المتبادلة مع الشركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتقديم المساعدات التنموية والإنسانية لكل من يحتاجها دون تمييز. نعمل في الوزارة على تحقيق الازدهار والتنمية في المنطقة والعالم من خلال بناء شراكات استراتيجية ناجحة وزيادة مشاريع الاستثمارات المتبادلة ورفع معدلات التبادل التجاري وتوسيع نطاق القطاعات الاقتصادية القائمة واستحداث قطاعات جديدة بين الشركاء الدوليين. إن التميز والابتكار من الممكنات الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لتحقيق كافة أهدافها الاستراتيجية ضمن بيئة عمل محفزة ومبتكرة. استراتيجيتنا هدفها تحقيق رؤية القيادة ودولة الإمارات لنكون من أفضل دول العالم وأكثرها تقدماً في مختلف المجالات بحلول 2021.